أهل الصحراء نحن والهوى مسرحنا، اليوم اللي جينا ما بنعرف مطرحنا. نمشي خلف الكذبة وجعنا من مخبي، كل الدنيا غربي من دونك يا يسوع. أعطيني بعد أعطيني، ما بشبع من حبك. استعداداً لاستقبال طفل المغارة رسول المحبة والسلام يسوع المسيح، صدحت حناجر جوقة القيثارة لترنم فرحاً وابتهالاً بريسيتال ميلادي تحت عنوان يا جاي نورت بلادي، وذلك في دير التجلي بصيدنايا بحضور أهلي كبير، حيث عمت الأجواء الميلادية فرحاً وسلاماً وأملاً بالخلاص. نحن بمناسبة عيد ميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح عمانوئيل، الله معنا، يسوع يعني الله يخلص. نحن بانتظار الخلاص، مجيء المسيح ليخلص سوريا من هالحرب ويرجع بلدنا سالمة، ويرجع الأمن والأمان لقلوب كل الناس. وجوه الأطفال الصغير اليوم يلي سمعناهن هن الوجوه الملائكية يلي بدون يرجعونا الأمل لقلوبنا، ترجع أرضنا حلوة آمنة مثل ما كانت. ننتظر حمامة السلام ترفرف على هالبلد، وحقيقة تحمل غصن السلام لكل الناس بسوريا. ترانيم علت بأصوات أطفال حملوا في حناجرهم موسيقى عذبة ببراءة عيون ملأها الفرح، حيث قدمت الجوقة ترانيم سريانية. القائمون على الريسيتال عبروا عن أملهم هذه السنة بخلاص سوريا، موجهين الدعوات بالنصر للجيش العربي السوري. كل سنة وأنتم سالمين. هدول الأولاد عايشين على الفرح، ولازم نزرع فيهم الفرح لحتى يقدروا يكملوا حياتهم وما يعانوا من الشيء اللي نحن عانيناه بهاي الفترة. عم نحاول قدر الإمكان أنه نوصل لهم هذا الفرح عبر الأغاني، عبر الأناشيد اللي ممكن، عبر الترانيم اللي ممكن يرنموها ويغنوها سوا، وبيفرحوا بهيك حفلة هنن أكثر من ما يفرحوا بأي شيء تاني، وبيجيبوا الفرح لكل العالم كمان بنفس الوقت. اليوم الشيء اللي عملوه الملائكة، بدي أقول الملائكة لأنه كان شيء ملائكي، كان أكبر رسالة للسلام تطلع من بلدة صيدنايا اللي أثبتت يوم عن يوم أنه هي بكل فرصة لح تقدم رسالة سلام لبلدنا. الحرب بدها ترانيم، بدها حب وفرح، مو بس سلاح. سوريا مهد الديانات السماوية وأرض الأنبياء، منها انطلق السلام إلى العالم مبشرا بقدوم ملك السلام يسوع المسيح.